فاعتبارا من الآن أصبح التجمع هنا غير قانوني. رغم ذلك يرابط 10,000 في ساحة الميدان منذ 21 من نوفمبر مطالبين بمزيد من الديمقراطية وإسقاط يانوكوفيتش، لكن قرارات البرلمان العاجلة جاءت بمثابة حرب ضد الشعب. جاء اليوم الذي يتعين فيه على المجتمع الدولي تقديم الأفعال وعدم الاكتفاء بالأقوال، وإذا أرادت أوروبا والولايات المتحدة دعمنا حقا، أي دعم الديمقراطية، فيجب على الفور توقيع عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان في أوكرانيا. واصلت الرسالة، وانتقد الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية سياسة يانوكوفيتش، وتمت الإشارة إلى أنها تقود إلى طريق مسدود. وقد وجه المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبرت النصح للقيادة في كييف: عليكم مراجعة القرارات المتعجلة وحماية حرية الرأي وحق التجمع بدلا من الانتقاص منها، ونحن متضامنون مع كل من يساند في أوكرانيا الحقوق الأساسية الديمقراطية بشكل سلمي. ورغم صدور قانون حظر التجمع يعتزم المتظاهرون البقاء في الميدان. أنا لا أهاب أحدا ولا أعترف بهذه القوانين، فهي غير شرعية، وسنكافح حتى النصر حتى نطيح بيانوكوفيتش وبعصابته. ولكن في حال تنفيذ السلطات للقانون العاجل بصرامة، يتعين على كثيرين هنا توقع زج بهم في السجون لعدة أسابيع.